هلا وحبايبنا. طبعا هذا الفيديو ابدا مو مخططين لي نسوي لكم اياه على اليوتيوب، بس كثر ما شفنا شغلات تخبل وشغلات مفيده هنا في مارشل قلنا لازم نصور لكم اياه فيديو حتى يبقى على اليوتيوب وتشوفون. اكتشفنا اكتشاف كلش حلو. بس قبل هذا اكتشفنا احنا دائما اجي انا من انا بس اكتشفنا شغله، اي اكو شغلات زينه يجيبوها انا احنا احنا نعرف بي، بس قلنا لازم حتى انتم تعرفون اكو شغلات كل الزينه يجيبوها هنا. فضلي زوزة قبل أن نبدأ هذا الفيديو شنو لازم نقول لهم؟ اشتراك بقناتنا ومتابعتنا على انستغرام واليوتيوب والتيك توك. لا تنسون حسابي وعد at promiros. لا وعد dot promiros dot okay dot لا تنسوا لكم تسوون لايك وتشاركون هذا الفيديو بين أحبابكم، ويلا تعالوا خلينا نشوف هذا الفيديو. حبايبي هسه هذا السكشن اعتبره تريجر مرات، يعني شلون شغلات تخبل، يعني ذيك المره جبت عسل يخبل ورخيص، يعني هسه ما لقيت العسل اريده اخذت غير انواع. هذا بيور عسل اخذنا اوكي وهذا خليني اراويكم الزعفران اللي اخذته. طبعا هاي الصغيره وهاي الكبيره. هذا الزعفران 19.99 $20. طبعا هالكبرى بكاسكو 12.99 اصغر من هاي، وهاي ب 14 موجودات 2 من الكبار و4 من الصغار اوكي. وبعد شنو يجيبون شغلات كلش حلوه. شنو وريهم شنو اخذنا؟ اخذت انا هم التين اوكي، اخذت هاي التين انا حلوة، هاي تسوون فيها سندويتشات للأولاد. وهم أخذنا مثل هذا بس نوع ثاني، هذا الشاي هذا أوكي هذا اللي أخذناه خلنا أوريكم إياه. هذا عبارة عن منت يعني نعناع وبيج وتي وشاي أوكي وخوخ، يعني بيج الخوخ كلش حلو، قلنا خلينا نجربه ما مجربينه قبل. بعد شفنا شغلات كثير حلو. هذا شنو وهنا عندهم هذه الجام اللي هي المربى وايد يحبها اياني انا عندي، وشوفوا شنو انا كلش احب هذا الزيتون المحشى، وهذا جارليك مع بيستو. واو انا احبه، اي احب الجارليك هيك يكون. وشوفوا شنو اكو دولما، بس مبينه طيبه، يعني الصوره مالتها هيك الشهي غير عن كل الدولمات الريدي الموجوده بالعلب. اكيد هذا طبعا بس حرامات العسل، لان هم كل ما يجيبون شغله اوكي وتروح هاي الشغله الحلوه تجون لازم تشيكون. اي اكو عسل هناك كلش طيب كنا ناخذ من عنده ورخيص هنا ما موجود. شغلات المطبخ عندهم وهاي الشغلات العلب والاورجنايزر كلش حلوه موجوده هنا بمارشل. طبعا شفتوا من الساعه الشاي اللي وريتكم اياه، هذا كلش حلو تسوونه، تحطون الماي حار بعدين تخلونه الشاي لانه هو بدور كبيره، وبعدين تضغطونه حتى لما تصبونه تصبونه صافي. طبعا انا عندي وحده اشتريناها من ايكيا. سكشن بعد وايد احبه، طبعا شوفوا دائما يجيبون انواع مختلفه، هاي وحده اثنين ثلاثه تخلونها على الكاونتر مال المطبخ حق الحليب، مو الحليب سوري، الشاي الشكر، انا اخلي القهوه، عرفتوا شغلات حلوه هنا جايبين حلوات شغلات. هم بعد هنا غراض للمطبخ، وكل ساعه هذا ابو قاعد يسمعون الصوت العربانه جايبها ومخربشنا بالصوت. شوفوا هاي الشغلات هنا تخبل، هذه $12 6 كلش حلوات حق تحت يعني طاولة الطعام. هذه بعد حلوة وهذه بعد تخبل، هذه اعتقد غالية الوحدة يمكن ب 12 الوحدة ب 20 هذه. شوفوها هاي حلوة حق طاولة الطعام. شوفوا انواع كثيرة، تذكرون انا جبت ليذر من تارجت. وهنا السكشن المفضل مالتي، متابعاتي صديقاتي كلكم صرتوا تعرفون اني انا عشقي الاخشاب، سو هذا
السكشن مالتي كلش احب اباوع له، يعني عندي وايد بالبيت. اوريكم شويه الاثاث هنا، هم عندهم مرات تجي قطع كلش حلوه. اوكي احنا عندنا الشموع انواع واشكال وريح مختلفه، اوريكم هنا كلش حلوين حق الميك اب. تقسمون الميك اب عندكم تاخذون من عندها، انا عندي بمجري مالت الميك اب اكون حاطتها فيه. شوفوا هاي شلون حلوه حق الناس اللي عندها اكسسوري وبسيطه، يعني مو هوايه مثل حالتي. وهنا بعد هاي كلش حلوه للفالنتاين قرب. طبعا هنا انا وايد احب اشتري هاي اللي قاعد تشوفونهم، نسيت اسمهم، من مارشل، بس ما جايبين كثير شغلات، وهاي كلش عجبتني بس تو ماتش كبيره. انا احب هذا الورق هيجي لونه يكون شويه مو هذا. هم كلش حلوه، هذه حلوه حبيتها، بس هذه كبيره. انا اريد شيء صغير للحمام اخليه كديكور. واو واو واو، شوف شنو جايبين. هذه المرايه انا اريدها للدريسر مالتي مالت الغرفه، بس صغيره، لو كانت كبيره كان اخذتها والله. هنا يا بنات اكو المخدات اللي هي للصالة، كلش حلوة، أو حتى للغرف النوم كلش تخبل. يا حبايبي في ملابس، كثير ملابس، بس الواحد لازم يكون ماخذ راحته ويدور على كيفه. المهم خلصت جولتنا احنا وياكم لهذا اليوم في مارشل، كانت خفيفة، وريناكم شغلات احنا نحبها هنا. لا تنسوكم تسوون لايك وشير وتشتركون بالقناة. وشو تقول لهم بنهاية الفيديو؟ لا تنسون متابعتي انا همة بس جوزو ريشان وعد بروميروز.com وعد دوت بروميروز دوت. اوكي هسه دائما نسوي له مشكلة دوت ولا شو اسمه؟ اكو فرق كبير. اي ميك اب.